السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إيفاتي، ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم ثلاثة الأشكال ديال الحلوى بدون الفرن، ساهلين في التحضير والمقادير في المتناول. كيجي الشكل ديالهم راقي والمذاق ديالهم لذيذ بزاف. بالنسبة للناس اللي أول مرة كيشوفوا القناة ديالي، فضلا وليس أمرا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، وعلى بركة الله ناخذوا المقادير وندوزوا لطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال الشكل الأول ديال الحلوى، عندي 250 غرام ديال العجينة ديال التمر، 3 المعالق كبار ديال البسكوي مطحون، و3 المعالق كبار ديال بودرة الحليب حمرتها في المقلة. غنحتاج كذلك واحد شوية ديال الزنجلان الأبيض باش غادي نزين، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة ديال الأكل، ومول ديال السيليكون. أنا اختاريت هاد الشكل، تقدروا اختاروا الشكل اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم. أنا اختاريت هاد الشكل باش غادي نعمرو في الوسط ديالو، وكيبقى لكم نتوما الاختيار. وغندوزو دابا لطريقة التحضير. غناخد واحد البول وغندير فيه العجينة ديال التمر هي الأولى، من الأفضل تكون بحرارة المطبخ ماشي تكون عندنا في التلاجة، لأنها شوية قاصحة ما كتبغيش تعجن دغيا. غنضيف لها المعلقة ديال الزبدة وغادي نعجن مزيان، ومجرد ما كتدخل الزبدة في العجينة ديال التمر كما كتلاحظوا. غنضيف دابا البسكوي، وغنضيف بودرة الحليب، وكنخلط مزيان، يعني حتى كندخل هاد العناصر كلها في العجينة ديال التمر. بعد ما كيتمزج الخليط مزيان، هذا هو القوام ديالو، وغندوز نشكل هاد العجينة على شكل كويرات بالقياس اللي بغيتو نتوما. انا درت هاد القياس هذا، غير المهم ديروهم قياس واحد. بالنسبة للمقادير ديال الحلوى، الا بغيتو تضعفوهم تقدروا تضعفوهم باش تحصلوا على كمية اكثر من هذه. بعد ما شكلت هاد الكويرات كما كتلاحظوا بقياس واحد، وشكلتهم على حسب القياس ديال المول اللي عندي. غناخذ دابا الزنجلان وغنمرغ هاد الكويرات في هاد الزنجلان، حاولوا ما امكن يعني نمرغهم مزيان باش يدخل فيهم الزنجلان، وغندخلهم هنا في المول وغندق عليهم مزيان حتى يعني يوليو على شكل مربع، يعني الشكل ديال المول كياخذوا شكل المول. كما كتلاحظوا كنضغط عليها مزيان، كنحاولوا نقادوا هاد العجينه ديال التمر، وغنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل هاد الكويرات اللي عندي كلهم. وصراحه المذاق ديال هاد الحلوى كيجي لذيذ بزاف وسهله في التحضير، ما كتوجد واحد الوقت قصير. كندخلها دابا للثلاجه غير الا ما كتشد راسها، باش ملي كنزولها من المول ما كتضيعش الشكل ديالها. ومن بعد ما كتبرد وتشد راسها غنزولها دابا من المول، كما كتلاحظوا كتزول بسهوله وكيبقى الشكل ديالها، يعني كتبقى محافظه على الشكل ديالها ما كيتخسرش. ودابا غندوز العمليه ديال التزيين. غنحتاج جوج معلقات عندي هنايا ديال الجليكوز، درتهم في هاد الكاسرونه كما كتلاحظوا، وغنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الناباج، جوج معلقات ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج. غنحتاج كذلك جوج معلقات كبارين ديال لوز ايفيلي، واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب مقطع، وجوج معلقات كبار ديال الفواكه المعسله. بالنسبه لهاد التزيين كيبقى على حسب الذوق، بغيتو تنقصوا شي حاجه بغيتو تضيفوا شي حاجه اخرى كيبقى لكم الاختيار. غناخد هاد الكاسرونه اللي فيها الناباج والجليكوز غنديرها فوق العافيه على ما يذوب هاد الخليط. ومن بعد ما كنسخنو مزيان كيذوب كله، غنضيف له دابا هاد لوز ايفيلي وهاد الفواكه المعسله والزبيب. كنحرك مزيان وغناخد معلقه صغيره، وغنبقى نهز هاد الخليط ونديرو فوق الحلوى. راه كيلصق مزيان ما كيزولش، كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الحلوى. وكنبقى مستمره بهاد الطريقه حتى كنكمل هاد الحلوى اللي عندي كلها، وغندوز نحضر حلوى ثانيه. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج للشكل الثاني ديال الحلوى، عندي 300 غرام ديال الشكلاط الابيض، 120 غرام ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، ما كنطحنوش كنخليه مهرمش يعني باش يبقى باين في الحلوى،
وغنحتاج 120 غرام ديال البسكوي مطحون، اي نوع البسكوي كتفضلوه. وعندي هنا نسلي كراميل. غنحتاج كذلك مشماش يابس مقطع رقيق، تقدروا تعوضوه بعلبة ديال الفواكه المعسلة. عندي معلقة كبيرة ديال الزنجلان محمر. غنحتاج كذلك مول سيليكون بهذا الشكل، تقدروا ديروا المول السيليكون اللي عندكم، يعني اللي متوفر عندكم. ندوزو دابا لطريقة التحضير. اول حاجة غندير الشكلاط يدوب في حمام مائي. غناخد شي بول او جبانة وغندير فيه كاوكاو مهرمش، وغنضيف البسكوي، وغنضيف الزنجلان، وغنبدا نخلط. غندير الكراميل بشويه بشويه، كنخلط وانا كنضيف. بالنسبه للقوام ديال هذه الحشوه خصو يكون خفيف واحد شويه، ما يكونش قاصح، لان العجينه اللي كتكون مجموعه بالناس لي كراميل كتقصح واحد شويه الا خليناها، هذيك الشيء خصها تكون خفيفه واحد شويه كما كتلاحظوا. انا دخلوا لي هنا 3 معالق كبار ديال الكراميل. غنغطي هاد العجينه ونخليها على جنب، وغناخذ المول ديال السيليكون وغندير فيه هاد المشماش مقطع. وكما قلت لكم الا بغيتوا تعوضوا هاد المشماش بعلبه من الفواكه المعسله تقدروا تعوضوها. ومن بعد ما درت المشماش في المول غناخذ دابا الشكلاط، راني ذوبته في حمام مائي، وفاش ذوبته ضفت له واحد جوج معالق كبار ديال الزيت نباتيه وحركته مزيان. ودابا غادا نديرو في المول، كندير كميه الشكلاط اللي غتغطي لي ديك المشماش مقطع، يعني تقريبا نص في المول، ما كنعمروش حتى الفم، كنخلي النص اللي غادي ندير فيه الحشوه. وكندق مزيان على هذا المول فوق سطح العمل، ضروري من هذه العمليه باش ما كيبقاوش الفقاعات الهواء لداخل عندنا في وسط الشكلاط. وغادي نمسح هذه الجوانب ديال المول من هذا الشكلاط هذا، وغندخل المول المجمد. ومن بعد ما كيجمد هذا الشكلاط غناخذ دابا هاد العجينه ديال نيسلي وكاوكاو بسكوي، انا غلفتها بالسيلوفان باش ما تقصحش، وغنبدا نشكل واحد الحريبلات غير صغيرين على قياس المول، وغنضغط عليهم مزيان حتى يدخلوا في المول. كنحاولوا نضغطوا مزيان على الجوانب، ومن الافضل ندخلوا هاد المول السيليكون المجمد قبل عاد نكملوا العمليه ديال التحضير. بعد ما ساليت هاد الحلوه غنولي نرد المول المجمد، وكنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كيتجمد الحلوه كنزولها وكنولي نكمل حتى كنسالي هاد الحلوه اللي عندي كلها. المهم غنغطيها باش ما تقصحليش، وغندخل هاد المول المجمد حتى نسالي هاد الحلوه اللي عندي كلها. كما كتلاحظوا بعد ما جمدت غندوز دابا نزولها من المول، كتزول بسهوله، مجرد ما كنضغطوا غير بالصبع ديالنا من التحت كتزول بسهوله، كيجي المنظر ديالها رائع، يعني القطع ديال المشمش كيعطي واحد اللون زوين في وسط الشكلاط، وحتى درتو الفواكه المعسله حتى هي كتعطي واحد المنظر زوين. الحلوه كيجي الشكل ديالها راقي. ودابا غندوزو نحضرو الشكل الثالث ديال الحلوه. عندي هنا 200 غرام ديال الشكلاط الاسود، 150 غرام ديال بسكوي مطحون، و 150 غرام ديال كاوكاو مهرمش واحد شويه، ما كنطحنوش بزاف. عندي هنا واحد شويه ديال الزبيب مقطع، ثمن جوج معالق كبارين، والعسل باش غنجمع هاد الحشوه. اول حاجه غندير الشكلاط في حمام مائي يذوب، وغناخذ واحد البول وغندير فيه البسكوي، وغندير كاوكاو والزبيب. بغيتو تضيفوا شويه ديال الكركاع، يعني اي نوع من الفواكه الجافه او المكسرات بغيتو تضيفوه تقدروا تضيفوه. والعسل غنبقى نضيف ونخلط حتى يتجمع لي الخليط، وكنخلط مزيان حتى كيتجمع هذا الخليط. هذا هو القوام ديالو، ما خصوش يكون خفيف بزاف وما يكونش قاصح. عاوتاني بالنسبه للقياس ديال العسل دخلوا لي هنايا 3 المعالق كبارين ديال العسل. غنخلي دابا هاد الحشوه على جنب. كناخذ مول ديال السيليكون بهذا الشكل هذا، ولا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تحربلوا هاد الحشوه هذه وتقطعوها بالسكين. انا اختاريت هاد الشكل باش يجوني هاد القطع ديال البسكوي قياس واحد. كنحربل هاد الحشوه وكنبدا ندخلها في هاد المول السيليكون، كنضغط بصبعي مزيان باش كتشد الفورمه ديال هاد المول،
ومن بعد ما غنسالي غندخل هاد الحلوه المجمد باش تجمد مزيان وتشد راسها، وهاد الحشوه اللي بقات لي غنغطيها باش ما تيبش. بعد ما كتجمد هاد الحلوه غنزولها من المول، كما كتلاحظوا راه كتزول بسهوله، وغادي نولي نعمر عاوتاني المول بك الحشوه اللي بقات لي. بالنسبه للشكلاط منين ذوبته راني ضفت له جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، غنبدا ندير فيه دابا هاد القطع ديال الحلوه وغنهزهم شي فرشيط، كنديرهم في الصينيه عندي فيها الورق ديال الطبخ. ضروري ندير الورق ديال الطبخ باش ما كيلصقناش الشكلاط في البلاطو، او نديرو كيس ديال البلاستيك. وكنبدا نهز بالقطعه بالقطعه بعد ما كنقطرها مزيان الشكلاط، كنديرها فوق الورق ديال الطبخ. كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل هذه الحلوه اللي عندي كلها. غنزين هذه الحلوه بخطوط من الشكلاط الاسود، خديت شويه ديال الشكلاط الاسود بقالي ودرته في كيس بلاستيكي، تقدروا تستعملوا جيب حلواني الا كان عندكم. وغندير خطوط مائله بهذا الشكل، تقدروا تستعملوا الشكلاط الابيض الا بغيتوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال بلاطو ديال الحلوه اللي حضرنا. صراحه يعني حلوه سهله في التحضير، مقادير في المتناول، واهم حاجه ان الشكل ديالها كيجي راقي والمذاق ديالها لذيذ بزاف. زينوا بها البلاطو ديال الحلوه ديالكم لنهار العيد. نتمنى هذه الوصفه هذه تكون عجبتكم وتجربوها. وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم وعلى التعاليق المشجعه اللي كتخليو لي. واللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.